بس يدخل في صلب الموضوع، وعلى اثر الركنيه الشيخ محمد وريد تسديده راسيه اغاله الدفاع الجي اس كاف في غطي جديزه في هجوم وعكس تحصل على ضربه جزاء. ممتاز في تشكيلة مستقبل جيبس كان سجل هدف من الثلاثية أيمن يصبح في الرواق الأيسر لصافون خلق الأخطر وكاد يسجل هذا الشيخ توري. الشيخ توري داخل منطقة الجزاء ماذا يفعل الشيخ توري في حوار مع زوج لاعبين وسمح للتربيلي يتأخر يربح مخالفة الشيخ توري للأمانة. ينطلق هجوم مستقبل جيبس بين الخفيف ماذا يفعل التمرير الشيخ توري ممتاز العملية والهدف الأول للشيخ توري الهدف الأول للشيخ توري تلقى تسلوي يخلق الخطر رقم 12 المالي الشيخ توري سجل الهدف الأول لمستقبل جيبس. شوف التمرير الممتاز من اللاعب بليل الخليفي أو بليل الخفيفي للشيخ توري في قص الكرة من جديد لوسام العمدوني وسام العدوني هي ربحة الشيخ توري وكذلك حياة وسام الطبوب الشيخ توري التوزيع وسام الدين الطبوب داخل منطقة الجزاء طبوبي بوبي للشيخ خطوري الشيخ خطوري يبحث عن مساند ثم مروان برغوني طب الكورة كده كسبين المقعدي مرتضى بغديش طريق على الرواق الأيمن مرتضى بغديش في مرة للشيخ خطوري يخسر من معنويات هذا الفريق الصاعد حديثا للبطولة المحترفة الأولى زيك صعب يعني هذه خلفه من جديد محمد الشيخ خاطوري حسين الريقن تحصل الكره ممتازه من تحت الصحوني محمد الشيخ خاطوري دور ثم من بليل يقل المباراه قلت ستصبح يعني ممتازه من الجانبين مع وحده ترجع التعديل والمستقبل اللي بيجي بس سيواصل اللعب على وجهه المعاكسه الى حد الان الخطه التكتيكيه في المجلس هاي اللي عاده تدخل من محمد علي Put 'em high, make the best of it. Just a little bit. Just put 'em high. يحاول يدلت الميدان الصعبة. وحمد الشيخ توري شوف يعتمد على فنيات يحاول يراوغ العربي جابر التمرير ممتاز جدا لطرق الصعبوني. وليد بن منصور يرفع الكرة. حاتم البجاوي موجود. كذلك عليني هكذا دخل من سيدي الهميسي التمرير ممتاز جدا لمحمد الشيخ توري يطلق محمد الشيخ توري التوزيع لطرق الشعبوني طرق الكور النيجيري يرجع حسين الريك التمريره مره اخرى خاطئه عديده الكرات الخاطئه قلت اليوم بالترجي دخل من الديور يعني صح هذا المدافع في محور الدفاع الصحي الجذب يعمل اقول وبحسب المدافع ثم بليل يكن يتدخل يرجع محمد الشيخ توري محمد الشيخ توري مع حسين الريقن حسين الريقن عبد العلي يعقوبي يمرر لسامح الدربيري بالراس خاطئة التمريرة شيخ توري قديم بالثابت ربع ساعة أول في هذه الفترة الثانية شوف الناس يعني فرص واضحة هذا في الهميسة التسديد ممتاز مدارس يعني كي تتخيل وتشاهد يعني الصور هذه تتذكر يعني الجماهير اللي كانت حاطة في على الرواق الأيمن لهجوم مستقبل جيبس كورة للشيخ توري الفيد الهميسي حاول يسدد من كورة مستقبل جيبس بين الخفيفي لمحمد الشيخ توري دخل منطقة الجزاء حاول مستقبل جيبس محمد الشيخ توري مستقبل جيبس صفيا القصائري التوزيع الشيخ توري بالراس اسبق من العربي جابر ياخذ كورته بالراس الشيخ توري لكن بالجنب القائم الايمن للحارس معزة بن شريفية سامح الدربيلي سرعة ترجي يحاول الاقتراب اللي عاده شوف شلون كورته بالطيور ترجع من بليل الخفيفي محمد الشيخ توري ينطلق بكل سرعة محمد الشيخ توري تغير منذ البداية في التشكيلة الأساسية للمستقبل جيبس هذه أول الكرات للمستقبل محمد الشيخ توري كرة أولى للمستقبل دي بجيبس الشيخ توري في المتابعة علي البريكي قسم من الجنين الصغير للشيخ توري الشيخ توري معاه رامي البدر حاول يتجاوز الشيخ توري ثلاثة لاعبين واحد الشيخ توري محمد وين لاعبين في الكرة أو جنين الصغير غازي عبد الرزاق موجود مروان العدلي الشيخ توري الشيخ توري كرة من لمالي التمرير لوجدي الجبيري
لمحمد الشيخ توري، محمد الشيخ توري معه رقم 14 خليل السيزي في الوقت. ولا غريب في الامر ولا مسؤول يعني اللي يعني حافظ الميدان استفسر العمليه وحاول يعني ينصب احد التقنيين تاع الحلباني رامي الفتي التمريني ابي كوره في باكيت الشيخ خاتوري وسيم العفوني الشيخ توري شيخ توري توسيع ممتاز العملية مع وسيم العفوي والتدخل بالرابط محمد شروبكر يرفع الكرة في اتجاه محمد شيخ توري والتقرير الرئيسي مازال في الكرة محمد شيخ توري ولكن ثم الراية الحكم يقول يأمر بمواصلة اللعب جاك بيسون بشير بن سعيد بعد تمريرة ممتازة من المرويني الشعبوني يتقدم بالكرة يخليها لمحمد شيخ توري يراوغ يتعاد هيك بالجسيس وكسب مقابل وغطى سيني في كيف استعاد الفيلكي البرقوقي يتصابه محمد شيخ توري وبكير محمد شيخ توري محمد شيخ توري بس والله وشوف التفاول لصالح المتقرب في قبل محمد شيخ توري والحامل شوف التمرير عن طالب فيه محمد شيخ توري دخل المدافع والستيل الان في المباراة من التعادل بدون هدف هذا محمد الشوري لكن تفضل الدفاع ترجع من حسين الطابوري لبوباكير او الشيخ توري بالفعل الشيخ توري يلعب مع مروان العدوي ترجع للشيخ توري يوزع داخل منطقة الجزاء في كرة لبوباكير محمد الشيخ توري ترجع للكرة محمد الشيخ توري يلعب الكرة عالية في اتجاه إيزاك محمد الشيخ توري ثم الكرة توصل لمحمد الشيخ توري من جانب الشيخ توري من جانب المحليين تصويبة قوية من خارج ضربة جزاء الشيخ توري ينفذ ويعطي الأسبقية لجليزة بعد مرور 7 دقائق على هجومي بولبابا غراب يوزع عرضية من الجهة اليمنى وتسديد والشيخ محمد توري يمضي على ثنائية في ظرف 20 دقيقة ليرفع النتيجة ل3-0 نهاية اللقاء الشيخ محمد توري يمر بجانب الهاتريك يتجاوز الحارس ويحط الكرة لبرا لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0 للمستكبسي تابعنا يعني تربص جاب يعطي كرة في العمق في اتجاه الشيخ محمد توري تبع هذه العملية يبدأ المدرب محمد الكوكي الضغط على حمد الكرة طويلة كرة طويلة في اتجاه الشيخ محمد توري الشيخ محمد توري ما زالت عنده كرة تخرج الغراب ثم تعود الشيخ في هذه المباراة تتواصل العملية لصالح المستقبل، هذا ثم اللاعب في المستقبل الذي بجابس موقع على أرضية الميدان، وتخرج الكرة الركنية والحكم في العمق الجانب الهجومي لمستقبل جابس، الشيخ توري مباشرة توري الركنية الشوط الثاني رغم الأفريقي We'll be right back.
ثم عملية سريعة من فادي الهميزي وتوري صوب في موقع مناسب أمام الدفاع اللي حول للركنية. الدقيقة 36 اللي تلخص التكتيك الناجح لمحمد الكوكي، هجوم معاكس في لمستين، فادي الهميزي في انطلاق العملية وخروج غير موفق لحارس المرمى، والشيخ توري يتابع ويسجل. بعد الهدف توري كيدي ضعف النتيجة بعد التصويب هذا لولا تألق الحارس بلال السويس. زياد الكويري الحكم الرابع نديم العوادي، معقولة من مباريات الجولة 11 للرابطة المحترفة الأولى مرحلة الذهاب تشكيلة النادي الإسفاقسي، إلى جانب طبعا زياد مير الحداش اللي منه طبيب الفريق يعني بدو إبراهيم ديديتو. وصلنا إسفاقسي يوم الأربعاء مباشر التمارين، ثم التوزيع من الجهة اليمين والشيخ توري راسية لكن بعيدة، يعني هو من مسافة بعيدة ما كانش بعيدة الكرة الحقيقة في ديال الحارس، ولكن نشوف الإعادة هاي التوزيعة من اليمين و تقريبا تخرج من منطقة الجزاء. رجع توري للمركز باتجاه الشيخ توري، ثم العمل على توري مرة أخرى في دفاع المنتخب الأمريكي لفيرس مباشرة للشيخ توري. الشيخ توري سيد محمد الشيخ والكرة توصل للشيخ توري، وزع داخل منطقة الجزاء كرة طويلة ترجع من الحارس نديم الفريق إلى حد الآن في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الشيخ توري. يلعب لاعب هادي خلفه الشيخ توري، الشيخ توري نقطة من السجل الأساسي تأتي بهجوم معاكس للفريق المنتخب الذي بيقابز باتجاه الشيخ توري. اللاعب المالي الشيخ توري حاول داخل منطقة الجزاء، ثم محمود بن صالح في المتابعة يخرج كرة ممتازة لفادي الهميزي في تشكيلة النادي الإسفاقسي اللي قد يغيب عليها قريبا. هذه فرصة والشيخ حل المستقبل الذي بيقابز، شوفوا الكرة ترجع من الدفاع الإسفاقسي يستغلها الشيخ توري يسدد تقريبا. احتراف ربما بعض هجوم النادي الإسفاقسي في الفترة القادمة، كرة عند المنتخب الريفي كبير كرة إلى التماس، فرصة للبيع على أول هجوم للجيزة جاء في الدقيقة 7 في عمل هجوم منظم قادم فادي الهميزي اللي مر لطرف نلعب في الدقيقة 29. استغل الشيخ توري ارتباك في خط دفاع أبناء المرسى يجد نفسه في طريق مفتوح من الشباك ويفتتح النتيجة. ومنذ دخول يونس مسعود يصنع خطر بالوصول الكرة وبكل يسر في مهد الشيخ توري اللي يضيف الهدف الثاني ليه والرابع في المباراة، ويؤكد الانتصار باستحقاق لفريق مستقبل جابس بهذه المباراة ومواصلة رحلة الإنقاذ لإسعاد الأنصار.